لما الناس بتشوف ست البيت مهملة في نفسها بيقولوا ده وضع طبيعي، ازاي هتبقى واخدة بالها من بيت وزوج وأولاد وكمان هتعرف تخلي بالها من نفسها؟ المشكلة بقى ان انا كمان كنت مقتنعة بالكلام ده، لحد ما في مرة اتخضيت اول ما ركزت في الحالة اللي وصلت لها بشرتي وإيديا، ومن ساعتها بس اتأكدت ان البيت الصح هو اللي فيه ست بيت صح. حياتي بقت صح بعد ما فهمت بشرتي. المهم نفهم برعاية بايوتيرما بيولوجي at the service of dermatology.